لا 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 انا بسجل. اوف 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 اوف، امسك دي. مش مشكلة مش مشكلة مش مشكلة. لا 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 لا، دلوقتي مقر أمن الدولة في 6 أكتوبر. مقر أمن دولة 6 أكتوبر. كنت حامل. شكرا. يلا 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 يا مرة. ده حرق المخلفات، ده حرق المخلفات اللي جورنان الاهرام قال عليها. ده حرق المخلفات. المخلفات اهي، مش هي دي الزباله؟ دي المخلفات بتاعت امن الدوله 6 اكتوبر. مش هي دي المخلفات الزباله؟ دول ايه بقى ان شاء الله؟ دي الاوراق، دي الاوراق. لا معلش بس، اصل الاهرام ايه، اصل الاهرام قايلين لك ايه؟ ان امن الدوله حرق ايه؟ حرق شويه مخلفات. هو لسه في برضه شغل الهبل ده برضه. دي المخلفات اللي امن الدوله حرقها 6 اكتوبر. طب مسكت الناس، مسكت ملفات قد كده. طبعا احنا شايفين الورق بتاع المخلفات. المخلفات اكيد يعني زباله هناك اهي. ايوه. انا عايز بقى اشوف بقى المخلفات اللي كانوا بيحرقوها. دي حاجات مهمه دي ولا دي المخلفات؟ اسماء، دي اسماء الناس المعتقلين، دي اسماء الناس المعتقلين. استنى بس اصورها فيديو بس. عادل هقلب، قلب تاني عشان بس المخلفات، عشان استاذ اسامه سرايا يعرف يكتب كويس بس في الاهرام. اسامه سرايا كده كده ماشي. ابراهيم محمد السيد ملتهب. قول الحقيقة، قول الحقيقة.